الطابة لجهد جو عبد النور. دوش دفاع المنطقة اللي عم يلعبه المدرب ألان عباس. تسديد الدونتي جرين على الثلاثية. الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح جو عبد النور. عبد النور عم يأمن اوفنسيف ريباوند، عم يسدد على الارك، ما بيسجل جو عبد النور. المحاولة وهو لا 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 يلي صار، لا 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 يلي صار. رؤية علي حيدر، رؤية حكيم ورك. ما بعرف شو صار، ما بعرف شو صار هون. ردة فعل قوية جدا، ردة فعل قوية جدا. لازم يروق الشباب، ما يعني ما فينا نحكم على ردة الفعل قبل ما نشوف كل شيء شو صار. رح ننطر الإعادة نشوف شو صار بين علي حيدر وحكيم ورك. هون عم جرب يسبقه على البوكس اوت. اوف 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 اوف